هلأ بدك تحكي لي شو آخرة علاقتك مع هاي البنت؟ يا ماما يا حبيبتي، بدنا نضل نعيد ونزيد في الموضوع، خلص بكفي عاد. يبدو حضرتك مش ملاحظ الناس شو بدها تقول علينا وانت رايح جاي معاها. يقولوا اللي يقولوه يا ماما، ليكون مفكري انه انا لساتني ولد صغير وبدي استأذن منك لحتى اتعرف على هاي البنت او ما اتعرف عليها. لما تتعرف على هيك اشكال بدك تاخذ اذني. مين هي هاي البنت؟ مين ابوها؟ مين عيلتها؟ مين هم هدول؟ انت ناسي انت مين؟ ولا ناقصني مرات شوارع؟ بليز ماما ما تغلطي في البنت. بدك تترك هاي البنت وبكفي عاد. رد على امك يا ستي. حتى انت يا ستي؟ امك مجهزت لك عروس حسب ونسب وجاه، بنت اختها. وشو فيها يا عمتي لما يتجوز بنت اختي؟ بس امك نسيت يا ستي انه بنت الحسب والنسب والجاه بتبقى بنت ابن اخوي واحنا من الخربه. وجمانة اللي قاعدة تحكي عنها جدها برضو من الخربة، وأبوي سالم جدك الله يرحمه قبل العز والجاه يا ما كان يشد إيديه على بطنه من الجوع. أمك نسيت كل هالحكي وصارت تطلع على الناس من فوق. إذا أنت نسيتي يا ريهام أنا ما نسيت. بس أنا مش من سالم. صحيح انت بنت البرهومي، بس يا ريت لحقتي جدك وعرفتي شو كان قبل ما يصير عنده مال وجاه. بتعيريني يا عمتي؟ قصدي اقول يا عمتي كلنا زي بعض، ما في حدا احسن من حدا. ومو معنى كلامي انهم ما كانوا رجال، اي الواحد منهم على فقره كان بسوى 100 رجال من رجال هالايام. ولو يا عمتي أنا مش موافقة هاي البنت. لعلمك وعلم غيرك إذا سالم بحب البنت صحيح وبده إياها أنا اللي راح أروح أخطب له إياها. موافقة كلام ستات؟ ستي ما غلطت، وأنا لو قررت أتزوج ما راح ألاقي أحسن من بنت الشوارع اللي بتقولي عنها.